وليد الزامل. الزامل. الزامل اليوم أنت يعني تحمل لغة يعني فيها تفاؤل يعني. المسألة ليست تفاؤل، أول شيء الدوري السنة هذه طويل جدا، مجرد أنك تخسر مباراتين في أول الدوري لا يعني أبدا أنك فقدت الأمل في الدوري، هذا من جهة. الجهة الثانية المباراة الأولى أمام الاتفاق يعني أعتقد اللي صارت يعني مهزلة على مستوى العالم، يعني تحكيميا هدف الاتفاق الأول بقانون الاتحاد الدولي واضحة جدا، أي مشاركة مع الحارس هذه فاول على اللاعب. اللاعب تحرك على فكرة، حتى هم يقولوا ما تحرك وأنه الحارس أبدا. ترى في مباراة في بداية الدوري الإنجليزي إيفرتون واعتقد الفريق الثاني ما أدري، حصلت لقطة بالضبط زي هدف الاتفاق الأول، والحكم أصلا بدون أي تفكير وبدون ما يرجع للفار صفر وحسبها فاول، حتى اللاعب الفريق الثاني ما اعترض ولا قال أي حاجة. كويس، نجي ضربة الجزاء حقت سادو ماني المركبة. اليوم مباراة التعاون يعني اللي صار حاجة بسيطة جدا، يعني أنا اللي أنا أشوفها البداية التشكيل خاطئ من البداية، يعني وليد عبد الله أنا ما أدري لأي سبب لعبوه، يعني الهدف جاب غلط مشترك بين المدافعين والحارس. كويس، بعد اللي صار بعد هذا أنه هذه طريقة شمس كل اللي عارفينها لنا سنوات في الدوري السعودي، 8 لاعبين واقفين في الدفاع ويعتمد على الهجمة المرتدة. طبعا اللي ساعد اكثر انه للاسف الشديد لا بروزوفيتش ولا فوفانا ما كانوا بيومهم، يعني كان واضح عليهم انهم مرهقين منهكين، هذا من جهه. الجهه الثانيه وهذا اللي اسوا حاجه في المباراه اللي هو حكم المباراه خالد الطريس، يعني شيء عجيب جدا عجيب جدا، حكم ما يرجع اول شيء للفار في اللقطات اللي خاصه في النصر. انا الهدف الثاني للتعاون على فكره فيها 50-50 اعتقد فيها تسلل، لكن اللي اهم من هذا خالد الطريس قرارات عكسية، استفزاز اللاعبين النصر. أنا ما أدري بالضبط ليش التحكيم عنده مشكلة مع النصر بصفة عامة، هذا اللي يحبطني كمشجع الفريقي، أني أعرف كل مباراة أحضر مباراة حكم سعودي أو حتى حكم أجنبي في كثير من الأوقات أخطاء بدائية، لا يمكن إحسان النية فيها، لا يمكن إحسان النية فيها. لكن في النهاية حنا نشجع النصر ونعرف أنه فريق أنا متقبل هزيمة، أنا ما عندي مشكلة، أنا نصراوي كويس وأعرف جيدا طوال السنوات هذه كيف وقفوني عن البطولات. يعني أنت لخص كل الكلام أنه أنت عندكم مشكلة مع التحكيم. حنا ما عندنا مشكلة مع التحكيم، حنا كجماهير وكفريق مشكلة الأساسية عندنا مشكلة مع لجنة. يا جماعة الخير، أنا رجال أشجع النصر دي كاملة يمكن 40 سنة كويس، شفنا أشياء بعمرنا الى ما لا نهايه من التحكيم، فلا تقول لي انها جزء من اللعبه. الحين في فار يا اخي، روح وشوف اللقطه وتاكد منها، اذا كنت حكم مبتدئ اي واحد من الجماهير ممكن يقول لك هذه فاول، هذه بلنتي، هذه مخالفه، لكن تضحكون علينا يا اخي. خلاص غرفه الفار هذه والحكام، يعني عالميا في واحد كتب قال المفروض ما نقول ان الحكم مرتشي ولا نقول الحكم مخاوز، المفروض نروح نسأل كيف أصلاً أعطي الشارة الدولية وسمح له بالتحكيم. هذا الشخص اللي سمح له بالتحكيم هو الشخص المرتشي، وهذا للأسف وضع حكامنا في السعودية. وأتحدى أي مشجع سعودي كويس، سواء نصراوي أو اتحادي أو أهلاوي أو أي مشجع، ما يتكلم عن التحكيم السعودي. المشكلة مين في حكامنا؟ المشكلة ما في حكامنا، المشكلة في اللي قاعد يدير التحكيم، لأن الأخطاء اللي تصير هذه ما هي أخطاء طبيعية. بعدين حكم مثل الهويش، يعني ميها أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة يتعمد هزيمة النصر، وأقوله يتعمد زين، إلى متى بيحكم هذا يا أخي؟ في الدوري الإنجليزي بعد الغلطة اللي سواها الحكم الإنجليزي على طول وقفوه. حنا اليوم مش مسوين الهويش محكم مباراة، لا والفار مخلينه بعد يحكم مباراة. يا جماعة الخير، كيف بتطور التحكيم عندنا الدوري؟ الآن شاهدوا قنوات عالمية، أصبحنا مضحكة للعالم، هذا اللي أقدر أقوله. اسمح لي أضيف صورة المباراة وبعطي رأي على ما رأيته في المباراة. الأخطاء جزء من اللعبة، ونرى الفار والتقنيات الحديثة تقلل من هذه الأخطاء. جميعنا نرى الحكم إنسان بشري يخطئ، ولكن هذه التقنيات تقلل من الأخطاء بشكل عام. أنا لست يعني خبير تحكيمي عشان أعلق على هذه التفاصيل،
أنا بعلق على اللي شفته. نادي التعاون أو فريق التعاون لعب فريق يعني لعب بشكل مميز بشكل عام، يعني فيه ما أدري والله يخوني الكلام، لكن بشكل عام يعني تصرفات رونالدو هذه الأشياء أعتقد والله العالم إن لا يوجد تكاتف في فريق نادي النصر. رأيت روح قوية من نادي التعاون، تقبل الهزيمة، كرة القدم وفوز وخسارة، الواحد أن يتقبل الهزيمة، لكن علينا حنا كنصراويين بشكل عام نرى سبب المشكلة ونحاول في تطويرها، بدل من يعني كثرة الكلام والتحدث في أسباب جانبية، لا في أسباب رئيسية. من ضمن أسباب رئيسية الأسباب الفنية، رأينا المدرب كيف أنه يضيق اللعب في فترة من الفترات المفروض أنه يوسع اللعب، وأيضا أحيانا أنه يوسع اللعب ويتم يحتاج أنه يضيق اللعب. أنا والله صراحة ودي أعلق كثير، ولكن بشكل عام متقبل الهزيمة، متأكد بشكل عام في قادم الأيام في الدوري السعودي بيتحسن أداء فريق النصر. ماني شفنا كيف تأثيرات ساديو ماني، رونالدو يعني ما أدري وش أقول. رونالدو كويس. بات بروزوفيتش. دقيقة، رونالدو is my celebrity favorite. I love Ronaldo. You love Ronaldo. حبيبي يا شارع. بروزوفيتش. ركزين على بروزوفيتش. شكرا جزيلا. التعاون السعودي. نعم. الله يبارك فيك. هذا معاويدنا هذا. أسباب فوز التعاون قوي فنيا. النصر فريق ما عنده شخصية. إذا كان واقف فإنه واقف عشان الدون. ولا غيره ما يقف. تعاون فريق فنيا اقوى من النصر واقوى من الهلال. لا هلال لا لا هذه قويه بس هلال. النصر فريق بدون شخصيه، والله شخصيه هلال الحالة تفوز على النصر. التعاون كبير القصيم، هذه خصيم منه، هذا الدعم الملياري تلقى التعاون فايز بالدوري. والله اي والله، بس شيلوا منه توام بس وصل الدوري. والله عندي انا اقول لكم عبد العزيز رشيد هلال. والله نيمار يعني الصراحة مو مهم، متروفيتش أهم والله بالنسبة لي أنا وأغلب الهلاليين. نيمار عندنا أجنحة كثيرة، فمتروفيتش هو المهم. يعني ما راح نلعب الحمدان لأغلب الموسم، فنحتاج مهاجم ما نحتاج جناح. غريبة أنت عكس الجمهور كله اللي فرحان بنيمار. نيمار ما يعجبني لعبه الصراحة. طيب. ما يعجبني. طيب الهلال ايش اللي ينقص؟ طيب ناقصه بس مهاجم. بس مهاجم بس ظهير ايسر. طيب ايوه ظهير ايسر نبي حق فلامينغو البرازيلي. تمام. طيب الفريق والشعار والجماهير احسن فريق، يعني الهلال كله هناك والباقي كله هنا. طيب ونبي ظهير ايسر اهم شيء. اي باذن الله ان شاء الله. شكرا لك.